لهم ازيكم عاملين ايه، يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض عن برج الاسد، قراءه جديده، قراءه قويه هتستفاد منها كتير، وهتطلع من الفيديو مرتاح، عندك طاقه، عندك تغيير، عندك تفاؤل، عندك حياه حلوه باذن الله بفضل ربنا. احضر معايا برج الاسد يلا، وصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء، واستغفر ربنا في الكومنتات علشان استغفر ربنا بنيه قضاء ربنا حاجتك. يلا يا برج الاسد. الاسد دايما اقول له ان انت برجك اسد، وانت فعلا اسد، قائد، قائد الملوك، قائد الملوك. اول حاجة بسم الله ما شاء الله. اول حاجة يا برج الاسد، انت عندك فرصة عمل جديدة، عندك فرصة عمل جديدة. الفرصة دي هتساعدك ان انت تكون باعلى مركز، الفرصة دي هتساعدك ان انت هتكون بمركز حلو جدا، وفي نفس الوقت عندك مواجهة مع شخص بيكرهك وبيحاول يستفزك من فترة في التليفون شخصيا، وانت دايما بتتجاهل كلامه، دايما بتتجاهل كلامه. شايفة كمان ان انت عندك نفور في علاقتك مع الشريك، وده بسبب انشغالك او بسبب المشاكل اللي هي بتحصل مع اسرتك او مع العيلة. صح يا برج برج الاسد، بيحصل عندك كده، بيحصل عندك مشاكل، حاول تجدد علاقتك وتهتم بالشريك وعلشان خاطر التغيير. شايفة كمان ان انت هنا عندك بتحلم بكوابيس، بتحلم بكوابيس، وبتحلم باحلام تانية برؤية السمك والبحر في المنام، وده حلم بيتكرر معاك كتير جدا. وشايفة كمان ان انت هنا مستني رزق، مستني رزق وتغيير. بالفعل انت عندك رزق وعندك تغيير باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، عندك تغيير غير طبيعي. رزق قريب، الرزق قريب منك اصلا، والخير كمان قريب منك جدا جدا يا برج الاسد. شايفه لك يا برج الاسد ان انت هنا هتكون قائد الملوك، هتكون قائد الملوك باذن الله. قولي عندك برج العقرب بينك وما بينه علاقة وانفصلته من فترة وبسبب مشاكل كتيرة، انت شاكك انه في سحر معمول لك وشاكك ومش عارف، بتقول هو خاين او هو سرقني وانت شاكك في حاجات كتير. اصلا يا برج الاسد انت انفصلت عن بعض الابراج بسبب السحر، بسبب السحر، السحر اللي معمول لك من اهل الشريك اللي هم دايما بيكرهوك ودايما عايزينك في مشاكل. بينك وما بين برج الجوزاء ارتباط، وبتقول يا رب العلاقه هتكمل ولا لا، او بينك وما بين الجوزاء مشاكل، والله اعلم يا برج الاسد. انت هنا بدأت تبعد عن الناس وبدأت تكون لوحدك ومنعزل، حتى التجمعات بينك وما بين لما يقول لك اهل صحابك جايين، اخواتك جايين، بدأت تقول يا جماعة محدش ليه دعوة بيا، خلوني في حالي، انا عايز اكون لوحدي، مش عايز ابقى في اي تجمعات خالص. اتخزلت كتير جدا من اقرب الناس ليك يا برج الاسد، وليك سنين بتعاني، ليك سنين بتعاني، ونفسك تاخد حقك من برج الثور، نفسك تاخد حقك من برج الثور اللي هو ظلمك وجاء عليك واخد منك اموالك يا برج الاسد. ونفسك تعيش في كوكب لوحدك، انت اصلا نفسيتك محتاجة تغيير، محتاجة تغيير. انت لما بتحب حد يا برج الاسد بتخلص له، لما بتحب حد بتخلص له، وهم بينقلبوا عليك من الناحية التانية بالطعنات والغدر والخيانة، وبيحسدوك وبيحسدوك، بيحسدوك على طيبتك وعلى لسانك الحلو، رغم ان انت كويس، رغم ان انت بسيط جدا، رغم ان انت بسيط جدا، ابسط مما هم يتخيلوا، بس دايما عندك ضيق وخنقه، ودايما عندك حاسس ان انت مكتوم، وحاسس ان انت بقيت لوحدك. السحر دمر حياتك، السحر دمر حياتك. ناس كتيرة جدا حواليك زي الشياطين، ناس حواليك كتيرة جدا زي الشياطين. اقرب الناس ليك هم اللي غدروا بيك، في لدرجة ان انت عندك ابن تعبان او مسجون او في ضيقة، او في ضيقة. شخص برج الثور تعبك، كان منافق وكان شخص غدار، شخص غدار وكان شخص خاين، ضحك عليك وانت من كتر طيبه قلبك سلمت له، وما كنتش متوقع ان هو ممكن في يوم من الايام يخدر بيك بالطريقه البشعه او طريقه الغدر. بس عايز اقولك ان انت ما عندكش رجوع مع برج الثور، ما
ما عندكش رجوع مع برج الثور. الاحسن ان انت تشوف حياتك وتكسر القضيه اللي في المحكمه اللي ليها فتره رافعها عشان خاطر تغير التغيير في حياتك. شايفه كمان انه دايما كانوا في ناس ستات، ناس ستات عندك كان بالهم مشغول بيك وغيرانين منك يا برج الاسد. في ناس نكارين الجميل، ناس نكارين الجميل كذبوا عليك وحطوك في مشاكل. انت حلمت بهدية من فترة، حلمت بهدية من فترة، الهدية دي هتكون خير ليك، بس حاول تخرج الناس اللي هي عاملة لك مشاكل وبتورطك في حوارات من حياتك، حاول تخرجهم عشان شايفة انه في كتير جدا ناس حواليك ظلموك، ناس كتيرة جدا حواليك ظلموك. قولي انت هنا عندك كمية خوف من بكرة، خايف من بكرة بطريقة غبية جدا، يعني خايف مش عارف ممكن يحصل ايه، مش عارف، خايف. انت عندك كمية خوف غير طبيعية. اهل الشريك طعنوك، اهل الشريك طعنوك من بعد ما في شخص كان على عزيز سن، شخص عزيز على قلبك كان سندك، الشخص العزيز اللي كان على قلبك ده اللي سندك، اللي كان سندك بعد ما توفى هم بقى خربوا بيتك، أذوك، كسروك، رغم ان انت تحملت حاجات كتيرة جدا. كان عندك شريكك من برج العقرب كذاب خاين مخادع، انت صرفت فلوسك على مشايخ يا برج الاسد ومحدش عملوا لك حاجه، اخدوا منك فلوسك وقالوا لك احنا حللنا لك واحنا 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 ومفيش اي مشاكل. وبرج الجوزاء في حياتك شخص خاين ومخادع، شخص خاين ومخادع. برج السرطان من كتر طيبة قلبك بيدخلوا حياتك يطعنوك ويطلعوا، من كتر طيبة قلبك بيدخلوا حياتك يطعنوك، بيدوك الطعنات اللي انت ما كنتش متوقعها، بيكسروا نفسك، بيخلوك يا برج الاسد حياتك مقلوبة لدرجة ان انت بتقول خلاص انا تعبت، انا ما اذيتكمش، انا ما ظلمتكمش، انا ما جيتش عليكم، انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الاسد، عايزاك تفرح عشان الفترة اللي جاية، الفترة اللي جاية والله دموعك هتنزل من كتر الفرح. في اكتر من كده يا برج الاسد؟ بإذن الله فضل ربنا سبحان الله وتعالى الفترة القادمة دموعك، دموعك، دموعك هتنزل من كتر الفرح يا برج الاسد. بلاش تكون متسرع في بعض الاحكام عندك، بلاش تكون متسرع في بعض الاحكام عندك، حاول تسيطر. يعني المواجهة اللي انت هتكون فيها اليومين اللي جايين حاول تسيطر على مشاعرك وبلاش تندفع في اي قرار ممكن تاخده، في اي قرار ممكن تاخده. الفرحة متاحة قدامك، الفرحة متاحة قدامك، بس حاول تستغلها صح وحاول توصل لها صح، علشان خاطر من كتر الطعنات اللي حواليك انت ما بقتش عارف الفرحة فين ولا الخيانات فين ولا الغدر فين، علشان قلبك وجعك، قلبك وجعك. بس لما انت هتسيطر على مشاعرك وهتسيطر على قراراتك هتعرف تاخد القرار الصح، وهتعرف ازاي تبص لقدام، وهتعرف ازاي تنجح، وتعرف ازاي تتفائل يا برج الاسد. عندك حرف الالف وحرف الميم، حرف الالف وحرف الميم ناس غدارين وناس خاينين، وعندك حرف العين ده حد ظلمك واكل حقك، وعندك الاخت او الاخ او الاهل او الام ظلموك وجعلوك وطلعوك من حياتك. صحتك يا برج الاسد صحتك بتعاني منها، صحتك بتعاني منها، قلبك موجوع، نغزه في قلبك، دوخه، تساقط شعر، ظهرك بيوجعك، عندك عرق النساء، عندك مشاكل صحيا يا برج الاسد، وبتاخد علاج وادويه، بتاخد علاج ادويه، عندك القولون منفعل، بتجيلك كده الم غير طبيعي، بيجيلك وسواس في ودنك بيكلمك قبل ما الحاجه تحصل، بيجيلك وسواس في ودنك قبل ما الحاجه تحصل. انا شايفه ان الايام دي فيها تقدم، انت ليك كم يوم كده يوم بتحس ان انت مرتاح ويوم بتحس ان انت حياتك منقلبه، يوم مرتاح بس الصدمة اللي جات لك دي كبيرة عليك، الصدمة اللي جات لك دي كبيرة عليك. يعني الصدمة دي يا برج الأسد عملت لك كده اكتئاب، عملت لك اكتئاب. في ناس حواليك عاملة لك وجع دماغ،
ناس وحواليك عامله لك وجع دماغ، انت هنا من كتر الطعنات اللي انت خدتها في ظهرك، الطعنات اللي انت خدتها في ظهرك عملت ظهرك تعبت، انت تعبت، في ناس كتيره جدا حواليك حاولت تاذيك، حاولت تاذيك، حاولت ان هي تخليك كده انسان مش كويس، يعني حاولت ان هي تجدد لك طاقات مش كويسة، او يدخلوك في حاجات، يدخلوك في حاجات احذر منها، احذر منها. في حد عندك بيحاول يضحك عليك وانت بتسمع له ورميله ودنك، في حاجة، في حد عندك بيضحك عليك وانت بتسمع له علشان انت شايفه ملاك، انت شايفه ملاك، ما كنتش متوقع ان هو يخدعك ولا يخونك، ما كنتش متخيل ان هما يخدعك ويخونك. انت رحت عند الدكتور يا برج السرطان، رحت عند الدكتور، الدكتور ده اداك علاج، العلاج ده حاسس ان هو ما جايبش نتيجة معاك، حاسس ان هو ما جايبش نتيجة معاك ولا جايب معاك اي حاجة في حياتك. شايفة ان انت يا برج الاسد اخيرا هتاخد القرار الصح، اخيرا هتاخد القرار الصح، اخيرا هتريح دماغك من بعض الغدر، من بعض الخيانات، ومن بعض الظلم اللي انت عشت فيه. في ناس كتيرة جدا، في ناس كتيرة جدا غيرانة منك يا برج الاسد. شايفة كمان ان انت هنا منتظر مال، منتظر مال، هتقول لي الفلوس اللي جاية رايحة، بس انت برضو منتظر مال او منتظر وظيفة جديدة باذن الله زي ما انا قلت لك. في ايام كتيرة جدا في حياتك كانت سودة، ايام كتيرة جدا في حياتك كانت سودة، ايام انت تعبت فيها، ايام انت تعبت فيها. عندك لقاء مع حد كبير في السن، اللقاء ده هيبقى فيه خير ليك، اللقاء ده هيكون فيه خير ليك. عندكم سفر يا برج الاسد، عندكم سفر، عندكم سفر الفترة القادمة دي، هيبقى عندك سفر غير طبيعي. واخيرا هتلبس تاكل ملوك يا برج الاسد، وهتقول خلاص اخيرا هترجع لي ضحكتي، اخيرا هترجع لي، اخيرا هشوف حياتي بشكل مختلف، اخيرا ربنا كان هيقف معايا وهيدعمني وحياتي. واخيرا يا برج الاسد انت هتسأل نفسك اسئلة كتيرة جدا، في حد من اصدقائك المقربين اللي هو مخلص ليك، مخلص ليك، الشخص ده هيطلعك من الهم اللي انت فيه، الشخص ده هيدعمك وهيقف جنبك وهيريح حياتك القادمة. انت تعبت واتظلمت وعانيت كتيرة جدا وقلبك وجعك في حاجات كتيرة جدا جاتلك من اشخاص مقربين، بس انت معرفتش تتصرف يا برج الاسد، من كتر الطعنات والغدر معرفتش تتصرف، حطيت ايدك على خدك وقلت خلاص انا تعبت. شايفة ان ربنا واقف جنبك وهيجيب لك الخير اللي انت مستنيه، عندك رزق الفترة اللي جاية، او عندك سفر يا برج اسد، عندك رزق جاي لك باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، الرزق عندك قادم، الرزق عندك قادم، بس انت ركز بس على هدفك وركز على حياتك. بص هنا، في اشخاص حواليكم بيراقبوكم يا برج الاسد، الاشخاص دول لو انتوا ضحكتوا بيقولوا ده انتوا مبسوطين، لو انتوا بس ابتسمتوا بيقولوا عليكم ده انتوا محدش عايش العيشه بتاعتكم. كلام كتير عليك يا برج الاسد، سمعت كلام كتير اذاك، سمعت كلام كتير جدا اذاك، سمعت كلام ظلمك، سمعت كلام زعلك، سمعت كلام قلت يا ربي انا ما استاهلش كده، هما ليه بيعملوا معايا كده، هما ليه جايين عليا رغم ان انا كويس معاهم. على قد ما اتحملت وعلى قد ما اتظلمت واتكسرت واتطعنت، على قد ما ربنا هيفك الضيق والخنقه اللي انت فيها وهيبدل حياتك بسعاده. انت اتسرقت يا برج الاسد، اتسرقت، اتسرق منك ايه؟ فجأة كده حسيت انه في حاجات غايبة عنك وبتدور عليها ومش لقيها ومش عارف مين اللي تسرقها، بس انت شاكك في ناس معينة، شاكك في ناس معينة. بص كمية الحزن اللي انت فيها، الوسادة عندك يا برج الاسد، هتشتكي من كتر الحزن والدموع اللي بتنزلها عليها. انت بتقفل نفسك على بابك
بتقفل بابك على نفسك وعايز تعيش لوحدك، بتقول خلاص انت رغم ان انت وسط الناس حاسس بالوحدة يا برج الأسد، حاسس بالوحدة. جدد الطاقة الإيجابية وابعد عن الطاقة السلبية، جدد الطاقة الإيجابية وابعد عن الطاقة السلبية. برج الأسد عنده تغيير في أرض البيت، عنده تغيير في أرض البيت، عندك نقلة جديدة أو عندك شراء بيت أو شراء سكن جديد يا برج الأسد بإذن الله. يعني أنت هترمي الماضي ورا ظهرك وهتمشي في الطريق المستقيم يا برج الأسد، وهتقول خلاص خلاص انتوا جيتوا عليا وظلمتوني انا خلاص. انت حاليا متكتف ومش عارف تاخد قرار ولا عارف تعمل ايه، حاليا انت متكتف ومش عارف تاخد القرار ولا عارف تعمل ايه. فانا شايفة لك ان انت بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هتطلع من اللي انت فيه، وهيكون عندك انطلاقات كتيرة جدا جدا. قلبك اللي وجعك ده هيبقى عندك لم شمل جديد، هيبقى عندك تعرف على حد جديد، عندك خطوبة، عندك زواج، ربنا هينصرك وهيفرحك وهيغير من حياتك بالكامل الفترة القادمة بإذن الله. وأخيرا يا برج الأسد هتشوف فرحتك قدام عينك، أنا مش هتكلم عن فرحتك كتير بس أخيرا هتشوف فرحتك، أخيرا هتشوف انت قد ايه كنت كويس مع ناس جات عليك وناس ظلمتك، ناس ظلمتك وجات عليك رغم ان انت كنت كويس معاهم جدا جدا جدا. انت بتتميز دايما بان انت شخص عاقل، شخص نزيه، شخص دايما عنده الحاسة السادسة، بيحس بالحاجة قبل ما تحصل، شخص كده واثق من نفسه، دايما بتتميز عن الآخرين بكده، بتتميز بأناقتك وبرشاقتك وبحياتك. بس عندك تأجيل في حياتك في كتير جدا يا برج الأسد، عندك تأجيل في حاجات كتيرة جدا شغلة بالك، حاجات كتيرة جدا عاملالك توتر وعاملالك حيرة. انت من كتر الطعنات يا برج الأسد بقيت محبط، بقيت محبط، حتى مش عارف تنام، حتى ما بقيتش عارف تعمل اي حاجة من كتر ما انت بتقول خلاص خلاص يلا السلام، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي جه عليا وفي كل اللي ظلمني وفي كل اللي اخد حقي وعمل لي توتر في حياتي بالكامل. يعني انت بدأت تقول خلاص انا هسيب همي على الله، وربي هو الكريم وربي هو المعافي والشافي. شايفة كمان انه في شخص بص بيكرهك عامل ازاي، شخص اتجاهك بيكرهك، شخص اتجاهك بيكرهك، الشخص ده انت كنت لسه معاه، الشخص ده انت كنت لسه معاه وما كنتش يعني مش متخيل ان هو يرد عليك الاساء كده، وانت بتقول يا ربي انا ما عملتلوش اي حاجة، يا ربي ده انا كنت كويس معاه وكنت دايما بشجعه وبديه الانطلاقات الحلوة في حياته. دايما محسود والناس بصالك في حياتك، دايما محسود والناس بصالك في حياتك يا برج الاسد. انت حاليا هنا صامت، حاليا هنا بقيت تصمت، بقيت تسكت، يعني بقيت مش عارف تتكلم، يعني بدأت تقول خلاص انا هسكت وهسيب كل اللي عايز يعمل حاجة يعملها. بدأت ان انت ما تحطش على نفسك اكتر يا برج الاسد، ما تحطش على نفسك اكتر، علشان انت هنا طاقتك خلصت، انت طاقتك خلصت، ما بقاش عندك اتجاه اي حد اي حاجة، ما بقاش يفرق معاك وجود اي حد في حياتك، بقيت بتحب الوحدة اكتر من اي حد، وبدأت تبعد عن الناس اللي هي ما بقاش ليك عن ما بقاش ليك ليهم جواك طاقة، بدأت تبعد عنهم وما بقيتش تهتم باي حاجة، ما بقيتش تهتم باي حاجة، بقيت بتقول بس سيبوني في حالي ومحدش ليه دعوة بيا، سيبوني في حالي محدش دعوة. انت عشت عمرك كله بتدي من غير مقابل، عشت عمرك كله بتدي من غير مقابل، وده طعنك، ده اصلا طعنك، ده اصلا خلاك تشترمي، خلاك تتغير. انت هنا بتمر بايام صعبة، مريت بخيبات امل كتير جدا في حياتك، مريت بكسرة وبظلم غير طبيعي يا برج الاسد، مريت بحاجات والله لو يعلموا انت قد ايه مظلوم، انت قد ايه حياتك فيها انقلاب ما كانش بقي ده حياتك، بس هم مش شايفين كده.
بس شايفة ان انت التغيير الكامل اللي هيحصل في حياتك الفترة القادمة هيجعلك تعيط من شدة الفرحة، علشان انت حياتك تعبت فيها كتير، تعبت فيها كتير جدا. طب عارف رسالتك هي ايه يا برج الاسد؟ عارف رسالتك هي ايه؟ ربنا بيقولك ما تقلقش، الصبر جميل. هتقولي انا صبرت كتير وخلاص نفسي افرح، انا عايش طول عمري حزين. الصبر حلو، بس عايزاك تحذر من العين والحسد الايام دي، الايام دي عايزاك تحذر من العين والحسد وتتجنبهم تجنب نهائيا، تتجنبهم علشان هما مش كويسين يا برج الاسد، مش كويسين. لو انت زعلان من الشريك بسبب مشاكل، بإذن الله هيكون عندك صلح بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، بس انت سيطر على اعصابك وسيطر على حياتك، ما تبقاش بلاش تكون متسرع وتاخد قرارات مش كويسة. عندك ثلاث تعابين في حياتك، ثلاث تعابين، والتعابين دول قريبين منك جدا جدا، قريبين منك جدا جدا، وانت عرفتهم. بس لما من ساعة ما عرفتهم وانت تايه وحيران ومهموم ومصدع ومش عارف تاخد اي قرار، علشان صدموك وخيانة الشريك واكل حقك وسرقك، ده برضو من جزء اساسي من اللي ظلمك واللي اكل حقك. اتمنى لك السعادة، اتمنى لك الرزق، اتمنى لك الهنا، اتمنى لك الفرح. الفترة القادمة دي هيكون عندك قلب مفتوح وعندك انطلاقات كتيرة جدا فيها خير ليك وفيها رزق. ما تنساش طبعا تدعم الفيديو علشان خاطر يوصل لاكبر عدد، علشان ايه انزل لكم جزء من ظلمكم، او لينك قناة اختي اسيب لكم في اول تعليق.